الأهلي بين الإمتاع والإقناع والكرة الجميلة وزيادة الإنتاج. أستاذ إبراهيم، إحنا كنا بنتكلم كيف كان الأهلي ممتعا الأسبوع أو الحلقة الماضية، وتزيد المتعة أنا كنت قاعد كل لهفة أشوف، طب أما أخش بقى على الدوري المصري مع فريق عقر زي الإنتاج ده، هنعرف نكمل التابلو الجميل والسيمفونية الرائعة؟ ها؟ إيه رأيك؟ شوف، دي الكرة الجميلة بجد. الفرجة على الأهلي بقت متعة. انتظار مباريات الأهلي بقى ليها لهفة وشوق عند الجمهور. الإحساس بالاستمتاع بعد المباريات بقى له معنى تاني. بس ده كله ليه؟ شوف، في تقديري يعني ريني فايلر قدر يستعيد للأهلي شخصيته. أنت بتتفرج عندك احترام كبير للإنتاج الحربي، طبيعة الكرة اللي بيلعبها، التكتلات اللي بيعملها، الكونتر أتاك اللي اشتهر بيه الكابتن مختار، كل ده في مخاوفك. لكن يفاجئك فايلر بفريق كل مباراة بيستوعب لعبته أكبر قدر من المهام والفكر بتاع الخواجة. فالأهلي بيلعب كرة متحركة، دي الكرة المتحركة. طول الوقت أنت بتخلق مواقف هجومية غير عادية، طول الوقت اللعيبة بتتنقل في أماكنها بشكل انسيابي جدا، الحركة بدون كرة عالية جدا، وده اللي بيعمل مش خلخلة، دغدغة. أنت بتوصل هتلاقي حسين شكر هنا، وهتلاقي رمضان صبحي هنا، وهتلاقي قفشه في العمق، وهتلاقي مجدي فتحي جاي، وهتلاقي حسين الشحات. هتلاقي باستمرار الفريق في وضع حركه. الكره الانزراعيه اللي كان الله يرحمه الاستاذ نجيب المستكاوي بيتكلم عليها مش موجوده. انت ما حدش بيباص وبيقف، الكل في حاله حركه وانسيابيه وتناغم. فخلقه مع الجانب المهاري الكتير المتوفر، مع نقطه مهمه جدا اللي الراجل قدر يعملها. اولا طبعا هايل الشغل البدني، لانه اللعيبه اللي بتشارك طوال الفترات، هذا التدوير اللي حاصل بين اللعيبه يا باشمهندس مجهز لك اكبر عدد من اللعيبه، خالق حاله تنافس عاليه جدا بين اللعيبه في كل المراكز، مدي قاعده لكل لاعب انه العدل المطلق موجود، فرصتك هتاخدها. انت النهارده قالوا ديانج بيلعب مباراة أساس المرة اللي فاتت وكل الناس تشيد بيه، المرة دي بره ال 18، مش تقليل منه، لا، لأنه الراجل قال كلمة يا باشمهندس، أنا ما عنديش حاجة اسمها تثبيت تشكيل، عندي حاجة اسمها ظروف المباراة وإمكانات المنافس، وباصص للي بعديها، فهلعب يريح ناس معينة، وعنده بلان لماتشات معينة، عنده بلان، ما بيلعبش بوحدة منفصلة، عنده مباراة جاية، عنده ثلاث مباريات جايين موزع الجهد عليهم، عنده تدرج في المستوى لبعض العناصر، عنده رغبة أن يدخل الجميع في الجاهزية أو الحالة اللي تناسبه. الشعور بالعدل، الحالة البدنية الجاهزة، السعادة اللي موجودة، اللعيبة بتلعب باستمتاع. بس أنا عايز أقف عندي دي. أيمن أشرف في الانترفيو مكادة وراح قايلها في النص كده بعفوية، إحنا مستمتعين أيوة. وإحنا بنلعب. لما تشوف الملعب دي لعيبه بتقول ما تيجي نلعب كوره. بالظبط، زينا زمان ما كنا نحب نلعب كوره للمتعه اللي ما فيهاش مسؤوليه. صحيح، عدوا حته المسؤوليه لان هم بينزلوا الحمد لله بيحققوا النتائج، فاصبح دلوقتي بيلعبوا مع بعض، بيستمتعوا مع بعض. بالظبط، فانت بتقول اللعبه من الحركه، انا في الكوره بتاعت اجاييه في الجون الثاني، ها ده واحد بيلعب كورة مع زمايله، راح مهابر وراح مباص الكورة وجاري، ما بيوقفش. بص، جونيور أجاييه لأي منافس في هذا المركز هو اللهو الخفي، محدش هيشوفه إلا وهو مع الكورة. يعني ربنا يديله الصحة بقى، هو خليط من مؤمن، واخد بالك، وأنطوي، يعني لحظة يدي لك مهارات جون أنطوي، لحظة يدي لك مهارات انقضاض مؤمن،
لا الحركه اللي بيجي لك من ورا مؤمن كان كان حاجات يعني الثرو باس اللي اتلعب ده هو ما خدوش في رجله هو لعبه له في مساحه فاضيه وجري علي معلول يعني زي الاشاره بالعيون اجري في الحته دي هتلاقي الكره هتقابلها راح جاري متحرك راح مديله الكره قبل ما يتحرك قابلها كل دوره يعني كره هايله جدا وعبقريه جدا الجون الثاني بتاع وده كمان ما فيش جون وحش متعه لانه ما دام الراجل جهز اللعيبه بدنيا صح فرض عداله بينهم حسس كل واحد انه فرصته موجوده مش موجوده عشان تدخل وتقعد على الدكه موجوده ان انت تلعب اساسي بص كل المراكز المهمه يا باشمهندس هتلاقي فيها لاعب بس بقى ايه يعني يا رب نكمل على كده لان انا عاجبني العلاقات اللي بين اللعيبه ايوه عاجبني ان اللي بيخش بيخش بسعاده واللي بيخرج بيخرج برضا و ازاره شوفوا هو واقف متحفز وينزل مندفع وجري لا واحد مندفع يلعب بسعاده زي ما انت قلت السعاده والمتعه جزء مهم جدا لما يتصدر للفرقه يتصدر للجمهور هو ده الدور هو انا لما اخلق مزاج شعبي عام فيه هذه السعاده وهذا الرضا والناس بتنام مستريحه والناس مبسوطه جدا من مستوى الكوره والناس فرحانه باداء الاهلي وانا ما بسعدش الناس طيب انت بتسعد الناس وبتصدر لهم السعاده والمتعه ليه امل ورجاء ان الجمهور يصدر لهم السعاده والمتعه ايوه بلاش نقعد كلنا لازم نثبت ان احنا عارفين قوي وعارفين اكتر من الناس ونقعد نقول الافيهات اللي تضر هو اللي يجيب الجول لازم يبعد فلان مش هتشوفه الماتش الجاي يا سيدي انت بتقولها بدعابه بتقولها بانك انت لاحظت الراجل بيدير موسم ما بيديرش مباراه ما ينفعش ان نقعد الطريقه دي بتجيب احباط صحيح ما ينفعش ان انا اتكلم على اللعيبه بالباصه وبالكوره وبال لا هو كمان لازم ان يلاحظوا حاجه فايلر واضح انه مدرب استراتيجي مش بتاع قطعه بمعنى انه بيدير حاله كبيره مش باصص في الحته دي بس لا بيديرها دي كلها يعني وشيخطه يعني فحاطط في ذهنه استراتيجيات وصفها بان له مشروع ايوه مشروع يعني مشروع هدف مش عنده اهداف عنده هدف كبير وعارف اولا عنده هو دلوقتي اختبر في ايه دي المباراه الخامسه لهم على الاهلي طيب وفق في افريقيا في المباراتين وعمل احسن خفاف. نتائج خفاف ماتشين خفاف خفاف بس في النهايه لعب كره حلوه في النهايه جاب نتائج كويسه في النهايه سجل اهداف في النهايه خلق مواقف هجوميه هايله جدا وعاليه قوي خد السوبر وماشي في الدوري بالعلامه الكامله دلوقتي هو متساوي الاهلي والزمالك وبيراميدز بيراميدز يمكن بفارق لانه بيراميدز عنده 6 اهداف وعليه 1 والاهلي عنده 5 اهداف وما عليهوش والزمالك الثلاث انديه عندهم 6 نقاط كل نادي فانت الزمالك هدفين الزمالك اقل اهداف يعني لا انت عايز ترتب الجدول بيراميدز اهلي بيراميدز اهلي زمالك بيراميدز اهلي زمالك لكنه زي ما بقول لكم في الدوري انت طالع الاول مع بقيه المنافسين في السوبر انت خدته على حساب الزمالك المنافس المباشر في البطوله الافريقيه انت افضل نتائج انت صاحب افضل عوائد حصلت في عدد الاهداف في الجولتين اللي اتلعبوا إذن انت ماشي على الطريق الصحيح انت ماشي صح يبقى زي ما المهندس عادل قال حافظ يا جمهور يا اهلي على هذا المناخ سيبوا التجربه تكتمل بقى ايوه بلاش الملاحظات الكتير ومش ضروري تكتمل من خلال فكري انا وحضرتك ومحمود جاري وحسين صاحبي مش لا خليها يعني خلي دورنا دلوقتي ان احنا نستنى ونستمتع طيب صديقك العزيز حامد عز الدين قال تويتر اما انا الاوان لكل من انتقدوا وتحملوا على ريني فايلر انه يعتذروا الناس بتعتذر من نفسها ناس كتير جدا بتقدم اعتذار بس انا مش عايز برضو ان انا اقول لهم اعتذروا في واحد ماتش ماتش ولا لا قدر الله يحصل حاجه اقول لك ادي اللي بتقول اعتذر طب انا سحبت اعتذاري مش عايز انا مش عايزها كده انا عايزها طالما ان انا توسمت ايجابيات في الراجل ده وتوسمت قدرات في الفرقه بتاعتي احافظ على المناخ ده انا عايز افكرك بحاجه
كنت عايز تتكلم فيها انت الاسبوع اللي فات ونسيت، بس ده ميعادها وده مكانها. انه جمهور الاهلي يرجع زي ما كان، يثق في الاختيارات ويدعم. متلقي. ايوه انت المتلقي، خليك واثق انه القائمين على الامر. مش انك تبقى متلقي سلبي، اه، لكن انت المتلقي يعني ايه؟ يعني ده ناس بتشتغل ها وبتدي لك نتاج عملها، طالما ان هم ربنا موفقهم ما تلخبطهمش، سيبهم ماشيين زي ما هم. ما تلخبطهمش، حتى لو عندك فكره احسن. مش تملي الفكر الاحسن معناه انه يجيب النتائج الاحسن. لان في واحنا كنا يعني انا كنت مسؤول عن فريق تنس الطاوله. فيجي لك جلال عز رقم واحد. فعندي لعيب مثلا اسمه سعيد حلمي، ربنا يديله الصحه ومسيب الخير. سعيد حلمي ده كان لعيب عشوائي ضريب، بس كان بحالات لو مشيت معاه ما حدش يقف قدامه. لكن وانت بترتب الرانكينج والترتيب لا ما بيتحطش جنب فلما تلاقيه في حاله متقمساه يوم يقول ايه؟ طب الماتش الجاي اقول لهم سيبوه طالما ان ربنا موفقه سيبوه يعيش الحاله بتاعته ويكملها. ده اللي انا عايز كده، عايز ان طالما فرقتك بتديلك ومدربك خلاص بيقول لك انا لا انا عندي فكر وانا راجل يعني اعرف ادير الفريق واعرف احط له تكتيك واعرف، سيبه حتى لو انت عندك افكار احسن من اللي بيعملها. مش عايزين نربك حد، عايزين نشعر الناس بدفء الانتماء ودفء الدعم، مش الخوف من النقد المستمر. يعني ارجو ان انا اكون عرفت اصيغها يعني. ده صح قوي. طيب المردود الصحفي لفوز الاهلي برباعيه هي الاعلى في تاريخ لقاءات الاهلي والانتاج الحربي. الاخبار قالت هزم ابناء مختار برباعيه نظيفه، الاهلي يواصل زياده الانتاج في الدوري، وفايلر يؤكد بصماته. الاهرام الشياطين الحمر يتلاعب بابناء مختار، اهلي فايلر الجديد يوقف عجله الانتاج المستسلم ويكتفي برباعيه نظيفه. لاحظوا الاشاده بفايلر موجوده في كل عنوان في الاخبار وفي الاهرام. عشان هيطلع لك حد يقول لك اصل الانتاج الاسبوع اللي فات كسبان كام؟ اه كسبان بالثلاثيه اظن. اه طيب فكرونا 3-0. اه الاخبار المسائي الاهلي يبدع، الاحمر يقصو على الانتاج برباعيه للشهره، وفايلر يواصل التالق. قالت كمان الأخبار المسائي الأهلي يبدع برباعية أمام الإنتاج، المارد الأحمر يواصل تألقه مع فايلر ويصل إلى النقطة 6 بالدوري. الأهرام المسائي قالت الأهلي مدرسة، اكتسح الإنتاج بالأربعة في السلام، وفايلر يتلاعب بمختار، رمضان والشحات وأجاييه وسليمان يدقون الشباك عامر. ما بحبش أنا بس حتة يتلاعب بفلان، يعني بنتك على الناس. آه مش يومه، ما حدش بيتلاعب بحاجة. هو حتى الكابتن مختار بعد الماتش قال ده أسوأ مباراة ليا في الدوري. يعني وهو بصوا أصل طلع حد يقول لك ما هو مختار ما بيكسبش الأهلي. لا الأهلي السنة دي كسبان الكل. زي ما اتقال لك ما هو الأهلي لغاية دلوقتي ما لعبش فرقة جامدة. إزاي يعني؟ إزاي لغاية دلوقتي ما لعبش فرقة؟ سموحة الزمالك فرقة جامدة. إنتاج وسموحة فرقة جامدة والإنتاج فرقة جامدة. ولا دول مش جامدين؟ فما نظلمش مختار لانه الاهلي فايق بشكل والحمد لله عالي. امسك الخشب بقى يا اخي باذن الله تعالى. طيب اذا كان ده المردود الصحفي، استوديوهات التحليل رؤيتها للي حاصل ايه؟ مدى استيعابهم للي بيحصل من فايلر ايه؟ ايه سببه؟ ايه ظروفه؟ ايه اسبابه؟ بدايه المحللين الكابتن محمد صلاح، او في محللي اون سبورت بيتكلموا سوا براي جماعه كده نشوفهم مع بعض عن إيه؟ الاهلي افضل ولا الانتاج سيء؟ هو انا لما بكسب عشان انا كويس ولا علشان انت وحش؟ بالمناسبه هي علاقه مرتبطه، انت وحش عشان انا كويس وانا بقيت كويس عشان انت وحش. هي ديت مفيش حد يقعد يناقش القضيه بالطريقه دي. اه ده مش منطق. لكن انا اللي خسرت مش انت اللي كسبت؟ يعني انا اللي خسرت مش انا؟ ما انت لما تخسر طب ما كسبتش ليه؟
اما انت بتخسر انا بكسب، لما بكسب انت لازم على تبقى خسرت. هي هي ديت علاقه سببيه مش علاقه تنافسيه متضاربه، لا علاقه سببيه. ما تحطش نفسك ثلاث اجوان ما لهمش مبرر، مش او انا العب وحش وانت واكسب يعني، لا ممكن تخطف جون واخد بالك. اه ما انا بقول لك ما استحقش يعني، ما كنتش جدير بالمكسب، لكن العب حلو واكون جدير ومستحق للمكسب. وعشان كده انت مستواك اقل، لانه هي فوارق قدرات وظروف مباراه، مش كل مباراه الاهلي ممكن يكسب بمكسب كبير، لكن من المؤكد انه الجهاز هيسعى انه كل مباراه يقدم افضل ما عنده. اللعيبه تنفذ او ما تنفذش، الملعب يفرض ظروفه ازاي، يعني المنافس عامل ازاي، دي كوره. انا عايز اللعيبه تفضل جعانه. ايوه جعانه مستمتعه، جعانه زي انا وانت دلوقتي. انا وانت مستمتعه يعني جعانه ايه؟ جعانه للكوره، جعانه للابداع، جعانه للنتائج. ما تحسش مره ان احنا استرخاء او بالزهو. اه لان ده بيعمل حاله من التعالي. والتعالي خطر. هو ما في مباراه الا هتلاقي فيه ثلاث اربع عناصر اتشالوا من التشكيل ودخل عناصر تانية. ممكن ده يكون برضه حافظ على الدوافع. بالظبط. نشوف محللي اون سبورت. عندي سؤال وعندنا شويه حاجات للتحليل. كويس. ماشي، هل الاهلي كويس قوي ولا الانتاج اللي وحش قوي؟ لا الاهلي الاهلي كويس قوي. طيب قوي قوي. حلو، نسال نفس عمرو نفس السؤال. الاهلي كويس طبعا. طيب كابتن ابو جريش، الفرقه تفرح بسرعه. الفرقه تفرح بسرعه. كابتن ابو العيله، فك عن نفسك كده. ده كده دايما تسالني اسئله صعبه. ده السؤال الثلاثه وانا قلت لك لا اله الا الله ولا تجاوب بره المنهج كله. لا بره المنهج، لا هم غششوه. لا انا اقول لك، انا وجهه نظري ان الاهلي كان كويس جدا فعلا. نعم. لكن الانتاج الحربي من اسوء المرات اللي لعب فيها فرقه كبيره. النهارده سوء حاله الانتاج الحربي دي حقيقة، ويمكن كان حظه حلو الشوط الاول انه ما دخلش فيه اهداف كتير، لكن ما عرفش يستغل حظه الحلو انه ما دخلش فيه اهداف كتير. والشوط الثاني لما ظبط شويه بس ما ملاش نص الملعب، لا ما كانتش صالحه. لكن هو الاهلي مفيش شك يعني قراءه جيده للمدير الفني. اللعيبه جوه الملعب حافظين اماكنهم، وفي توازن وفي دوتوات موجوده وثنائيات وثلاثيات 1 3 1 2 واطراف، يعني كل حاجه شغالين فيها، ضربات ثابته فيها تريكات، يعني في حلول كتير قوي قوي. جابوا على السؤال اللي كنا بنتكلم عليه. هو الاهلي كويس ولا الانتاج؟ لا لازم يكون الاهلي كويس اما يعمل فيه ابداع. ولذلك ولذلك ابتعد الانتاج عن المستوى، انت اللي فرضت عليه شخصيتك. طيب كابتن محمد صلاح ابو جريشه، وده واحد من الموهوبين الافزاز القلائل في تاريخ الكوره الاسماعيليه كمان، يعني اسماعيليه دايما بتنجب المتميزين، كان واحد من سلاله ابو جريشه الموهوبين محمد صلاح ابو جريشه. كان مهاجم يفرح هايل. انت كنت قربت منه مش كده؟ كتير كتير. طب خلاص بقى يعني فاتت المده ان انت تكشف. لا لا لا، بص عيلة ابو جريشه طبعا، بص في عائلات ما ينفعش. عندهم الكابتن عادل ابو جريشه اهلاوي. ايه ابتدى ابتدى في ناشئ الاهلي. واخد بالك، ولا زال اهلاوي جامد. ولكن محمد كان ايقونه في الاسماعيلي. فبرضه بتيجي لحظه بيراجع نفسه، وبراجع نفسي، وبراجع يعني بتحس انها يعيد اللقطه بتاعت رضا الله يرحمه. انه يجي الاهلي والاهلي يرجعه. رضا عبد العال؟ لا رضا الاسماعيلي. رضا الاسماعيلي قصدي. رضا الاسماعيلي. لا هو ما وصلش انه جه ورجع. محمد ابو جريشه كان فكر. يعني وقعده ما تلعب ما تيجي سنه كده عندنا امل يعني. هو الراجل كمان دمس الخلق جدا يعني. لا لا محترم. يقول لي والله يا ريت لو ينفع. هو حاسس ان قال ابو جريشه دول مركز اسماعيليه. بصمه. قيمه في الاسماعيليه الحقيقه. طيب كابتن محمد صلاح ابو جريشه للكابتن احمد شوبير، الهارموني بتاع الاهلي مع فايلر ليه كده؟ ازاي نشوف ابو جريشه؟ في هارموني سريع قوي. نعم. في النادي الاهلي بصراحه. نعم. يعني تحسب قوي لفايلر ان هو من المدربين اللي قدروا يتاقلموا على طبيعه الدوري المصري او اللعب المصري بمعنى صح، في سرعه. نعم. من الصعب ان انت كمدرب ان انت تيجي تفهم اللعيبه بالسرعه دي وتقدر تعمل التوليفه السريعه دي في توقيت قليل، وفي نفس الوقت جايبه مكسب واريحيه في الاداء. مش بس ملك مكسب الأداء. ملك الاداء بشكل كويس. مش بس مكسب من غير اداء ده. يعني انت ممكن تكسب في الفتره الاولانيه والناس تتغر بالنتائج ان انت ماشي كويس، لكن مكسب مع اداء والتوليفه اللي معموله بالاداء والجماليات اللي احنا شفناها النهارده دي حاجه الحقيقه.
يعني طبعا بالاستمتاع بالتحليل ما حد بيشكر في الاهلي، احنا بنبقى مستمتعين، فحاجه جميله جدا. بس انا عايز اتوقف، والكابتن محمد ابو جريشه بيتكلم، جه حسين الشحات كان هيشوط وبعدين لمح الكابتن وليد سليمان راح مديله الكوره. كابتن وليد سليمان بقى الجون ده لازم عايز اتكلم فيها يا استاذ ابراهيم، لانه بينطق بالفكر والحساسيه. يعني خدها من لمسه واحده مش قويه، لكن متوجهه قوي جنب في زقر العارضه، يعني جنب العارضه خالص، باحساس عالي جدا وفكر اعلى. يعني الفكر بتاعه انها تتلعب كده، يوم ينفذها بالحساسيه دي بكل حاجه صح. الراجل ده بطعم مختلف، مش عايز مناقشه يعني. طيب عمرو الدسوقي، عمرو، لا محمد ابو العلا، محمد ابو العلا الاول. التدوير بقى لانه من ريني فايلر، انا بقول من والجوزيه، واضح ان الاثنين اسمائهم او بصماتهم بدات تقرب من بعض. ده اقرب واحد لمين؟ لمانويل. لا، فايتس. لفايتس المجدد، مجدد الهادئ جدا الصارم جدا الذي يتخذ اقوى القرارات وهو يبتسم ولا ومحدش زعلان منه. صحيح صحيح. لا المطور كمان الفير جدا اللي كان بصمته على الفكر الكروي نفسه، اللي غير الطرق وغير اللعيبه وطلع ابداعات. هو فايلر لما جايه يختلف معاه، ورمضان صبحي يختلف معاه، وحسين الشحات يختلف معاه، وتبص تلاقي الكابتن احمد فتحي عنده نفس، كلهم مستوياتهم اختلفت في وجوده، مش اختلفوا معاه، اتخانقوا معاه. لا اختلف في وجوده يعني. ايوه يعني مستوياتهم اتغيرت. طبعا دي حاجه جميله يعني. صحيح. طيب نشوف الكابتن محمد ابو العلا عن رؤيته الفايلر والتدوير. انا عجبني يا كابتن حاجه، ان هو مخلي اللعيبه كلها واقفه على لطيف صباح. حلو. يعني النهارده هاني لما خد انذار فحس بقلق، مطلع هاني فتحي على طول، يعني دخل الملعب وتحس ان فتحي بقاله كتير. مظبوط. عجبني جدا، عجبني جدا فكره ان انت النهارده جاي جاب جون وكان قبليها ممكن يطلع، مطلعه ونزل ازاره، فاللعيب في ظهر اللعيب على طول. النهارده وليد سليمان نزل مكان رمضان صبحي، رمضان صبحي هدف واللعيب ماشي كويس جدا، قام مريحه بعد ما النتيجه ارتاحت، نزل وليد سليمان جاب له جون كمان. فانا عندي كل اللعيبه لما بتدخل عامل نوع من انواع الروتيشن، وكلهم رجلهم في الملعب فبيضغطوا على بعض. مفيش لعيب ممكن يريح، مفيش لعيب ممكن يحس ان هو حتى لو انت اعتمدت عليه اللعيب التاني بره الفورمه او مش جايب فورمته، لا كله يعني زي ما بيقولوا ميه واحده، يعني على ميه واحده وعلى رتم واحد، ودي بتبقى حاجه بتفيد الجهاز الفني والمدير الفني. ده عجبني فيه ان هو عاملها بذكاء. يعني في واحد يعملها بغشوميه، لا بيعملها بيختار توقيت. فده في بعد نفسي وتعامل نفسي مع اللعيبه، يعني نجم زي وليد سليمان او نجم زي رمضان صبحي او النجوم الموجوده زي حسين شحاته، انه مثلا يفضل مخليه او قفشه، كل واحد لما يديله في الوقت المناسب ده يساعده ان يظهر. صلاح سليمان اعتقد في وقت من الاوقات هياخد في وقت معين. صلاح محسن، صلاح محسن في وقت من الاوقات هياخد. وليد سليمان ماشي في التمرين هايل، يعني كلهم الحقيقه انا كنت امبارح في النادي فعندهم اشاده غير عاديه، بيقولوا الولد مش متضايق لانه عارف انه هيلعب هو ده اللي انا بتكلم عليه. الراجل موصل للعيبه دي، وهو ده اللي مخليهم كلهم في ظهر بعض. يعني لما يكون مش عارف انت الماتش الجاي فتحي ولا هاني اللي هيلعب، مش عارف وليد سليمان ولا رمضان، مش عارف اجاييه ولا ازارو، مش عارف صلاح محسن ممكن يشتغل ولا لا، مش عارف السرد باكات ممكن كمان يبقى مين فيهم اللي متغير. حسام عاشور نفس الكلام، لو فورمه وجاب ماتشات هيبقى في ظهر السوليه وفي ظهر حمدي فتحي، علي معلول عامل جبهه. هو بيتعامل مع حسام عاشور باحترام شديد جدا، وده حاجه وكل ما بتيجي فرصه بيديله الحقيقه. عشان كده قلت لحضرتك يا كابتن البعد النفسي مهم بشكل كبير. فطبعا انا والله فعلا من الحاجات اللي انا فعلا يعني البوينتس اللي انا كاتبها، ان انت تعرف تدير النجوم اللي موجوده دي كلها، ده صحيح، وانك تعرف تخليهم منافسين لبعض بس من غير ما تخسر حد فيهم. فهو الى الان ناجح فيها، الى الان كلهم ان فورم، في الفورم بتاعتهم كلهم، اللي بعيد كمان بيجيبوا، يعني مفيش حد تحس انه بعيد او مفيش تحس ان في فرق كبير جدا في المستويات اللي بينزل او من التغيير، فدي حاجه تحسب له. كنت بتقول لي تعليق واحنا كنت بقول لك الراجل قدر يوصل زي ما ابو العيله بيقول. طب لما حسام عاشور يرجع، لما فلان يرجع، لما فلان يرجع، كل دول لما هيرجعوا هيلاقوا فرصهم موجوده. الراجل قادر يعمل خلطه فيها اعلى درجه من الكفاءة الفنية والقدرات التكتيكية والحالة الذهنية النشطة، هو ما بيهمش الحالة المزاجية السعيدة، يعني ما بيسيبكش مرتاح في مكانك بالظبط، والدرجة البدنية الخمس حاجات. مجموعة كتيرة من اللعيبة
عاليه تكتيكيا في هارموني واحد من الناحيه الفنيه، بدنيا فايقين على المستوى الذهني متقبلين وسعداء، فالنتيجه بالشكل العام تكون هذه الخلطه. بس اللاعب ده بالذات كان يحتاجه الاهلي. هو مين؟ نشوف عمرو الدسوقي اختاروا مين. عايز اقول ان النادي الاهلي النهارده يعني قدم يعني من احسن الاصوات اللي قدمها في فتره قليله جدا من نعم. من سنين. الشوط الاولاني من حيث الضغط، نعم الضغط كان في ضغط كبير جدا من لعيبه النادي الاهلي في الشوط الاولاني لغايه الدقيقه حاجه و30. نعم جري، معدلات جري كبيره جدا. عايز اقول ان ترجم الشكل دوت الشكل الكبير جدا لقفشة في نص الملعب. نعم قفشه كابتن يعتبر هو جديده جميله اه نعم الترس الوحيد اللي كان ناقص فرقه النادي الاهلي. قفشه الترس الوحيد نعم. اللي كان ناقص فرقه النادي الاهلي. نعم بعد وجود قفشه في النادي الاهلي اعتقد ان هيحصل الالتزام بشكل كبير جدا ما بين لعيبته. يعني يعتبر انت بتخلق عبد الله سعيد جديد في النادي الاهلي. صحيح وده حقيقه وبان دلوقتي. يمكن احنا السنه اللي فاتت كان موجود حسين الشحات وكان موجود رمضان صبحي، ولكن الاداء بتاعهم ما كانش بالشكل ده وما كانش بالوضع ده. عايز اقول ان لعيب في نص الملعب بحجم المهاره اللي موجوده القفشه هتقدر تسهل بقى لشغل رمضان صبحي، هتقدر تظهره، هتقدر تظهر يعني حسين الشحات الشغل اللي بيتعمل بشكل كبير. فاعتقد ان النادي الاهلي موفق جدا في الصفقه ديت. نعم. اعتقد ان هي من افضل الصفقات اللي اتعملت. نعم. وفعلا هتظهر الشغل بتاع المدرب بشكل كبير جدا. قفشه يعني مهم جدا للنادي الاهلي في الفتره اللي جايه. الحقيقه ان عاجبني ان كل واحد من الخبراء لمس على نقطه حقيقيه مهمه. يعني انا كنت عايز اجل اخر حاجه الكلام في الضغط، لان الحقيقه من السنة اللي فاتت كان أحد العيوب الكبيرة اللي فقدها الأهلي، عمالين يتكلم على شخصية الأهلي، شخصية الأهلي، شخصية الأهلي أهم ملامحها إن ما كانتش تدي فرصة للفريق اللي قدامها إنه يستلم كرة ويلعب مرتاح. وعشان كده كان الدفاع ورا مرتاح ما كانش مظلوم زي السنة اللي فاتت وجزء من السنة دي. لأن كل الناس كانت بتروح مرتاحة. يمكن عمرو دسوقي اتكلم على الضغط لانه هو مدافع، هو لاعب كان مدافع في النادي المصري، لاعب كويس قوي، فاهم يعني ايه انك انت الفريق لما يضغط فردي وجماعي عايز لياقه بدنيه قد ايه. ها قلنا لازم هدف طبعا. يعني مش اي جون يطلع حاجه زي كده. خلي بالك عارف ايه اللي فرق معاه؟ رد فعل خطوات. برافو عليك، خطوات، برافو عليك، خطوات فوتورك بتاعه طبعا. فوتورك هاي الخطوتين هنا. بص يا ريت يا وائل عندي زاويه ثانيه نعيدها، ممكن نشوفها حتى على الشادو بتاعه او الخيال بتاعه. هنا فرق في حارس مرمى يا جماعه، ودي دروس لاولادنا ولاخواتنا، انه تلاقي حارس بيرجع. انت مش هتصدق لما تتقدم. صح، لما ترجع انت هنا بقيت حارس مرمى هاند بول بالظبط. الكره دي يعني مرتين كادت تكون هدف. الانقاذ طبعا العالمي اللي انقذه الشناوي بيقول ان هو جاهز تماما الحمد لله. بس جول كبير ما شاء الله، وهو موهوب وعنده امكانيات. والمدرب بتاعه قال تعليق هايل جدا ما تقالش على حد قبل كده، قال انا ما دربتش واحد زي الراجل ده قبل كده، وده مكانه اوروبا. فعمل انقاذ جميل جدا، بس رجعت للفرود اللي قاعد على الارض واللي كان اوفسايد وما اترفعتش الرايه. الكوره دي لو كانت جت جون كانت هتعمل مشكله كبيره جدا. طيب شفنا بقيه الكباتن المحللين، مهم كمان نشوف الكابتن حازم امام عن ايه تميز الاهلي. كابتن حازم شايف قط او شايف خلق المساحات في النادي الاهلي في الدفاعات ما بين الخط احسن حاجه الاهلي بيعملها مع الراجل ده بشكل تحرك في كوره كتير قوي يا تامر. هو ده اللي مخلي الاهلي ناجح. بص 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 يعني كل اللعيبه بتتحرك من غير كوره. وانا كلمتك على كورتين، الجون الثاني والثالث، التحركات من غير كوره هي الاهم، وهي اللي بتخلي اللعيبه بتتحرك كويس، وهي اللي بتخلي لعيبه الاهلي بتوصل للجون كتير. مش اللي معاك كوره هو المهم، الا من غير كوره هو المهم. بص التحركات كلها من غير كوره، اللعب على ان اقطع من جوه الملعب. بشوف الاهلي هجوميا منظم جدا، اللامركزيه موجوده، لكن اللعب من غير كوره او التحرك من غير كوره هو ده البطل الاول في الفريق. مفيش تقل،
مفيش حد بيمسك كوره كتير، لمسه ولعبه. بدايه موسم يمكن عشان بدايه موسم، هي طريقه لعب الله ممكن طبعا اكيد بدايه موسم تبقى الناس كلها فريش والناس كلها طبعا لسه واقفه على رجليها. انا بتكلم على اسلوب اللعب، على طريقه اللعب، اللعيبه وهي من غير كوره بتعمل ايه؟ ما حدش بيقف يستنى على كعب رجله مستني الكوره، كل واحد هتلاقي واحد من نص الملعب كان السوليه عبد الفتحي جايب الكوره، هتلاقي دايما في تحرك، هتلاقي ممكن حسين يخش لجوه، هتلاقي هاني بيطلع لبره، هتلاقي اجايب ينزل يستلم، في ثلاث حلول لكل واحد اللي حامل الكوره بيلاقي واثنين وثلاثه. مش هيلاقي مثلا في لقطات كتير بتيجي اللعيبه يقعد يشاور عايز حد يتحرك، مش هتلاقيها معموله في الاهلي كتير اليومين دول. هتلاقي دايما وهو ماسك الكوره في عنده واحد اثنين وعنده ثلاثه، ودي معناها في تحركات كويسه من غير كوره. في جمله معموله ان لما يبقى واحد في نص الملعب معاه كوره المفروض يظهر له هنا واحد، المفروض يظهر له هنا واحد، عشان حلول كتيره للاعيب انه يقدر يتحرك او يتصرف في الكوره صح. بتسهلها عليك المنافس حسب قدرته او بتصعبها عليك. لما المنافس يبقى اصعب طبعا تبقى الحلول اقل، يبقى دايما الكرات الفرديه ممكن تزيد اكتر، لكن لما يبقى عندك مساحات لا بيبقى اكيد عنده حلول وبيعرف يتصرف. زي النهارده شوط تاني مساحات كبيره جدا ورا وهاب اونانو خاصه ناحيه اليمين، يعني انا شايف ان جبهه الشمال الاهلي للشمال هي اللي عملت الماتش، هي اللي فتحت الماتش وهي اللي ركبت الاهلي المباراه، وهي دايما كانت مفتاح الفوز علي ورمضان يعني. يبقى بعد الضغط التحركات بكوره بدون كوره، حاجات كلها حصلت في الملعب كله بيخلق وكل ده لما اتجمع مع بعض يعمل لك الحاله الجميله دي اللي بيتكلم عليها الكابتن حماده صديق. النادي الاهلي ادار الريتم المباراه زي ما هو عايز. امتى كان بيهدي يمكن بدا الشوط الثاني في هجوم ضاغط من الانتاج عايز يعوض الهدف. الاهلي رجع خد مواقف دفاعيه بشكل سليم وهاتم تماما، ابتدى بيعمل استحواذ ومره واحده نشط بطريقه فيها سرعه الريتم. نجوم الاداء في النادي الاهلي رمضان وحسين الشحات، جناحين عملوا فارق كبير جدا. طبعا في جاي يتحرك كويس مجدي قفشه الاثنين الديفندر زي ما قلنا بالواجب، لكن بتكلم على الناحيه الهجوميه محور هجوم النادي الاهلي عن طريق رمضان اكتر، وبعديه حسين الشحات عملوا خلق المساحه، عملوا صناعه اهداف، سجلوا، عملوا كل حاجه في الكوره في الجزء الهجومي. النادي الاهلي طول الوقت زي ما قلت لك نجاحه كان قرب الخطوط في دفاعي وهجومي. النادي الاهلي بياخد الكره الثانيه مستريح، تدوير الكره بشكل جيد، الاستحواذ بتاع النادي الاهلي كان واضح جدا النهارده. يا جايه كان ليه دور كبير في خلق المساحات وفي دفاع الانتاج. الانتاج يمكن ما عملش يعني ما كانش فيه مجازفه من المحتار برغم النتيجه 1-2، كان لازم يعمل مجازفه هجوميه. طيب سمعنا راي الناس كلها، مش عايز تسمع راي فايلر عريس الليله؟ عريس الليله بقى ونشوف في المؤتمر الصحفي ونشوف بيفكر ازاي. انا سعيد جدا للفريق ولكل الناس اللي ورا الفريق، فريق النادي الاهلي. احنا كسبنا المباراه النهارده واحرزنا 4 اهداف. On a dominé la première mi-temps, on a que marqué une seule but. On a eu des possibilités pour marquer le deuxième ou le troisième but déjà la première mi-temps. تساعدنا اللقاء خصوصا الشوط الاولاني وجبنا جون واحد وكان في فرص نسجل جونين كمان بس ما حصلش، يعني ما ترجمناش الاهداف. جات لها فرصتين ما ترجمناش الاهداف. Après la pause, on a eu 10-15 minutes un peu de difficultés, mais on a aussi eu une sommage de El Genari qui l'a très bien fait. بعد كده بعد رجوعنا من بين الشوطين كان في اول 10 دقائق او 15 دقيقه كان فيهم صعوبه والشناوي انقذ كوره كانت ممكن تغير المباراه، كان فيها صعوبه. بس برضه رجعنا تاني للقاء وجبنا 3 اهداف وتساعدنا اللقاء لغايه اخر، وانا زي ما قلت في الاول انا سعيد جدا بالفوز بتاع النهارده والاربع اهداف اللي احرزناهم. Comment vous sentez pour la victoire? Après 5 matchs joués, est-ce que vous tombez sur la formation de Jean-Claude ou bien on est toujours en train de faire un tour de rôle déjà? Je regarde tout le temps deux matchs à l'autre, il ne faut pas penser
trop noir à l'avenir. Je regarde maintenant qu'est-ce qui se passe pour le prochain match parce que ça va arriver déjà dans 3 jours. انا بشوف طبعا بمشي ماتش ماتش ببص على المباراه مباراه مش عايزين نستعجل على موضوع التشكيل انا مركز في ماتش ماتش خصوصا الماتش الجاي ده كمان 3 ايام. Mais nous avons besoin de plus de joueurs et pour ça j'ai aussi plus de joueurs dans les contingents qui doivent être prêts pour jouer mais je ne peux pas vous annoncer maintenant quels joueurs vont jouer le prochain match. طبعا طبعا احنا محتاجين طبعا اكتر من لعيب في كل مركز عشان كده بجهز كل اكتر من لعيب في كل مركز وبجربهم عشان كده انا ما اقدرش اقول لك الماتش الجاي مين هيلعب لان كل ماتش ليه ظروف. C'est assez dur de voler là-bas et aussi avec la chaleur l'après-midi à 3h, mais nous allons accepter ça pour faire le meilleur et c'est le but de gagner ces points. طبعا في صعوبه ان احنا هنسافر طيران هنلعب هناك درجه حراره عاليه بس لازم نقبل ده ولازم نلعب ولازم الهدف ان احنا نكسب ونحقق 3 نقط. طيب ختاما انتوا شفتوا الكره الجميله وزياده في الانتاج وصلت لفين ويا رب ان شاء الله تزيد لكن عايز اقول لكم 3 اخبار ورجاء. الخبر الاول بكره مجلس الاداره ان شاء الله الساعه 2 الظهر هيعقد يعني ما جبتش سيره ضربه الجزاء اللي ضم الاخبار التقليديه لا هجيب كان لنا ضربه جزاء في الماتش واضحه جدا رمضان صبحي الحلقه الجايه كشف حساب الحكام من اولها اه سواء ما حدث النهارده في مباراه الزمالك والمقصه او ما حدث في مباراه الاهلي والانتاج الحلقه الجايه ان شاء الله. لكن زي ما بقول لكم بكره مجلس الاداره هيعقد اجتماع مهم برئاسه الكابتن محمود الخطيب الساعه 2 بعد الظهر. خبر مفرح كمان لجماهير واعضاء النادي الاهلي هيفتتح الاهلي البوابه الجديده للنادي في مدينه نصر بوابه على اعلى المواصفات الالكترونيه مش لمجرد بوابه بيتقدمها النسر الشعار التاريخي للنادي الاهلي اللي هيبقى مبهر جدا ومفرح لكل الاهلاويه لكن كمان ليها مزايا كبيره جدا البوابه الالكترونيه ما حدش هيخش النادي الا بالكارنيه. البوابه هتتفتح له الكتروني بالكارنيه فبالتالي لازم هيجدد كارنيه الكارنيهات اللي ممكن تكون مش سليمه هتنضبط تسويقيا كل الناس هتقدر تعرف دخل النادي النهارده قد ايه. بكره افتتاح كبير جدا لبوابه الاهلي الجديده في فرع النادي في مدينه نصر بعد اجتماع مجلس الاداره. الساعه 3 يوم السبت مباراه الاهلي واسوان في اسوان مباراه الساعه 3 العصر في الصعيد في اقصى الجنوب في ارض الحضارات. ليه الساعه 3؟ لانه استاد اسوان مضاء رغم انه استاد اسوان مضاء الا انه الناس المسؤولين في نادي اسوان قال لك ما عندناش فلوس ندفع فاتوره الكهرباء فالمباريات المسائيه مكلفه. الامل والرجاء من الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضه ده استاد المحافظه. ليه وزاره الشباب والرياضه مشكوره من بكره تدعم استاد اسوان في تحمل فاتوره الكهرباء مش مباراه الاهلي بس يا سياده الوزير كل المباريات. نتمنى انه رحمه بلاعيبه الاهلي ولاعيبه اسوان طوال الموسم مش ذنب لعيبه اسوان يلعبوا طول الموسم في ملعبهم بالنهار في الصعيد في اسوان فنتمنى حل هذه المشكلة ويلعب أسوان مع كل الفرق اللي هتلعبه مساء لأنه عدم تكافؤ للفرص إنه الأهلي يلعب دلوقتي في عز الظهر الساعة 3 العصر وبقية الفرق تروح تلعب أسوان بعد كده في الشتاء فتلعب في الشمس بقى في الجو الدافي. نتمنى حل هذه المشكلة حفاظا على تكافؤ الفرص وعلى حقوق هذا الفريق الجميل وصحة اللعيبة. صحيح الأهلي في أسوان اختار قائمة زي ما قلت لكم سريعا يمكن شريف اكرامي ورامي ربيعه وياسر ابراهيم ورمضان صبحي وحمدي فتحي ووليد ازارو وليد سليمان وايمن اشرف وحسين الشحات وقالوا ديانج والشناوي والسليه وقفشه ومعلول والشيخ ومحمود وحيد واحمد فتحي وحسام عاشور وصلاح محسن واجاي وجيرالدو وهاني ومصطفى شوبير. مدرب حراس مرمى اجنبي حريص على وجود مصطفى شوبير للي كانوا بيعتبروه مجامله. دمتم للاهلي دائما ودام لكم الأهلي بإذن الله تعالى بطلا شامخا ووطنيا مشرفا لوطنه وعلى خير نلتقي مساء الاثنين القادم إن شاء الله. تصبحوا على خير.